ما بعد إن هذا والدنا آل بن يحيى ملعي ابن محمد يبلغ من العمر 137 عاما ولا زال في غيبوبة إلا في وقت الأذان يقوم ويأذن ثم يعود إلى فراشه ولا يجيب ولا يلاقي ولا يتكلم مع أحد كان إلا في الأذان فقط لا غير. إنما هذه إلا عبرة لمن كان يعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب. أذن يا جد. ها أذن أذن أذان أي أذان أذان صلاة. أذن أذن صلاة وين؟ أيوة أيوة كم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله شهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة الله أكبر الله أكبر